الأستاذة سيا حمدي، أخت الفنان بليغ حمدي، أهلا بيك. أهلا يا فندم. أستاذة صفية، يا ريت تكلمينا عن الفنان بليغ حمدي، مراحله المختلفة، يعني طفولته وشبابه. قبل ما أقول، يعني هو أنا حقيقي أخته، بس طول عمره بيقول لي أم الصغيرة. فالحقيقة طفولته، قبل ما أقول على طفولته، إحنا من أسرة كلها فنية يعني متماسكة. فيعني هو مش اتعلم الفن وهو كبير، هو 7 أشهر. انا اتذكر ابويا كانت امي تقعده وحطاه بمخدات كده وبيلعب بالمعلقه والشوكه. فوقف بابا كده لقيته سرحان، مالك يا حمد؟ قال لها شوفي يا عيشه، ابنك ده طالع مزيكاتي. قالت له يا سلام، هو عنده 7 أشهر؟ قال لها هقول لك والله، اديك انا قلتها، ان كنت عايش هفكرك، وان كنت مت قولي والله يا حمدي قلتها حق. دي اول حقيقه فعلا. الحاجه التانية كان حقيقي هادي وتملي، يعني تحسي سرحان في حاجه يعني. فلحد ما كان عنده 7 سنين، يمكن هو قال طلب عود وهو كبير، لا جه قال له بابا عايز ننجح، قال له اه طب، قال له طب هات لي عود. فجاله العود وهو عنده يمكن 7 سنين، وابتدى فعلا يضرب. فعلا كان يطلع ألحان عبد الوهاب، وطلع من حاجات طبيعية من جواه كده. طب هل اختلفت شخصيته قبل الشهرة عن بعد الشهرة؟ للأسف بليغ متواضع بطريقة ما تحسي الكسفة، ما يقولوا أنت ملحن كبير، وأنت يعني يقول ده أنا لسه بتعلم. ودي أنا أعتقد فيها ميزة كويسة جدا فيه، إن يعني الغرور ساعات بيضيع الإنسان، لكن ده طول عمره حاسس لسه بيتعلم مزيكا، لسه عايز يعمل حاجة أحسن، لسه حبه لمصر. يعني أنا أحب أقول لك على حبه لمصر، مش جاي من فراغ، لأن إحنا مولودين من أب وأم بيعبدوا مصر. لدرجة أنا اسمي صفية على صفية زغلول، مرسي سعد الدين أخويا سعد على اسم سعد باشا. ليه؟ جه بابا لقى أبوه هيزعل إنه ما حطش مرسي، فحط بقى مرسي سعد الدين عشان لا يزعل ماما ولا يزعل ابوه. فلان امي كانت بتقول شعر في مصر، وليها صوره بالعالم المصري، وتروح تحضر سعد باشا وهو بيخطب، يعني حقيقي. جه بابا حتى كان سافر بعثه تعليميه 6 أشهر، هو وعباس الخرادلي وشله من كبار رجال التعليم، 6 أشهر مش. فبعت لنا جواب، يا اولاد وحشتوني قوي قوي، بس اللي وحشني اكتر منكم تراب مصر. فيعني كلنا حقيقي. يعني يمكن امي لما كانت تبقى عيانه وجامعه مشكله، عارفه ايام 73 كان لي اخ ظابط حبيبي تقول له حسام مصر، وتعيط بدموع، لا امي اطمني مصر بخير، دي مذكوره في القران كذا ومذكوره كذا، ويقعد يهديها نفسيا ان مصر بخير وما تخافيش، وعايزه ابنك يبقى في الجيش وتحصل حاجه لمصر عشان يخليها ما تبطل عياط.